حضرنا درس يعني خاص بثورة أول نوفمبر المجيدة في هذا اليوم الأول من استئناف الدراسة بعد العطلة، وهذا يدخل يعني هذا الدرس هو اليوم يلقى على كل المستويات التعليمية وفي كل المدارس ومتوسطات وثانويات الجمهورية، يتطرق حسب المستوى حسب مستوى التلاميذ إلى الثورة التحريرية المظفرة والمجيدة في ذكراها 68. هذا إذن كذلك بانطلاق يعني أسبوع كامل يعني على مدار 5 أيام ستكون هناك أنشطة تعليمية، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية وأنشطة مختلفة للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على كل جزائري وجزائرية. سنشرع كذلك قبل نهاية الأسبوع في وضع موضع التنفيذ الكتاب الرقمي إن شاء الله، والذي سيعطى مجانا لكل أبنائنا في مرحلة التعليم الابتدائي والذين يتجاوز أعدادهم 5,600,000 تلميذ.